مرحبا أعزائي، برحب فيكم مجددا على بيروت فراجرانس باشن. كل شخص جديد على القناة بتمنى يعمل سبسكرايب. موضوع الحلقة اليوم فيه تناقض كبير، راح أعطيكم أو راح أحكيكم عن 5 عطور أنا ما بحبها، كنت حبها بطلت حبها، صار عندي هيك نفور منها أنا شخصيا. بس هي عطور كتير محبوبة، بس بعدني بلبسها لأنه بس ألبسها بتجيب لي الإطرائات. بس انا وقت اكون لبسها ما بكون حاسس حالي، انا ما بكون مرتاح نفسيا، بس فوق هذا بلبسها لانه كل ما البسها بجيب لي اطراءات بشكل كبير. يعني ما من اكتر العطور اللي بنسأل عنها، بس انا شخصيا داخليا ما بكون مقتنع وماني مرتاح مع هذه الريحة. رغم هذا الشيء ما بيبقى انسان ما بيسألني شو هالريحة الحلوة، نشوفه التناقض كيف بيكون. رح بلش مع الأقل سوءا بالنسبة إلي، يعني اللي بتقبله أكتر واحد بين هول الخمسة اللي بعتبره الأقل سوءا. أول واحد رح تتفاجئوا، أكيد كتير ناس رح يقولوا لي لا وهذا عطر حلو، هي هو عطر حلو بس أنا بس ألبسه ما بكون مرتاح، يعني ما بحس إنه هيدا بناسب شخصيتي، بس بجيب لي إطراءات بشكل مخيف. هيدا بشكل خاص يف سان لوران واي اصدار الاو دو بارفان. صراحة انا حبيت الاو دو تواليت اكتر، عندي الاو دو تواليت كريحة حبيته اكتر. هيدا اول شي حبيته، بعدين ما بعرف صار ما عاد حبه كتير، برضو بلبسه وبجيب له اطراءات بشكل ما بتبقى سيدة او صبية لما بتقلي شو هالريحة الحلوة، وبياخد اطراءات وكومبلمنتس قد ما بدكم، بس انا ما بكون مرتاح. هيدي الحقيقة. يف سان لوران واي او دو بارفان. اوكي، من بعده جورجيو ارماني اكوا دي جيو ابسولو، كمان لانه بذكرني بالانفيكتوس. ما لقيته اول شيء انبهرنا فيه واخد هايب ولطيف، بعدين ما عاد يعني استعملته شوي. هذا الزجاجة اللي عندي 4 و 6 سنين، شوف شو مستعمل منه ال6 سنين. اول ما نزل اشتريته هذا العطر، دفعت حقه فول برايس، يعني ما عاد حبه صراحة، بس كل ما البسه في اطراءات، ما في مجال على طول بياخد عليه اطراءات، بس سبحان الله. اوكي، نرجع من باكو رابان لبلاك اكسس. ما بعرف كمان هذا العطر ما كتير، يعني ما كتير اقتنعت فيه. في ريحة فراز بقلبه هيك، ما بعرف يعني، كمان بجيب لي اطراءات كتير، بس انه انا ما بكون مرتاح فيه. بعدها عندها 50 ملي فينتج، هيدا قديم كتير من اول الاصدارات، بعدها تقريبا مثل ما هي، يعني ما بستعملها. حتى في عطور تشبه له كمان ما بحبه، كمان ما بحب كتير استعمله. حتى في بدائل لإله الإصدار الجديد، وهذا ما تقبلتهم صراحة. يعني بلبسه هيك من وقت للتاني، بس يكون عبالي هيك اخد اطراءات لأتسلى يعني، بس انه ما راح اشتري غيرها اذا خلصت، في حال خلصت بعد شي 20 سنة، اذا الله اعطينا عمر ممكن بعد شي 20 سنة لتخلص، اكيد ما راح اجيب غيرها. اوكي، نرجع قبل اخر واحد، ارماني كود كولونيو. في 2 ارماني اليوم بالليحة. ارماني كود كولونيو كمان حسيته عطر ما له عازة، يعني ما كان، هلا صار ديسكونتينيو لانه عادي ديسكونتينيو. مثلا ابسوليو، مثلا الارماني كود ابسوليو انقطع مثلا، او البروفومو انقطع صفر، كتير زعلنا وصرنا نشوف كيف بدنا نجيب باك اب نضبهم. هذا معناه لي صراحة، انقطع او ما انقطع هي ذاتها بالنسبة لي ما حبيته، وكل ما البسه بنسأل عنه بياخد على اطراءات. شوفوا المفارقة. واخر اخر ستايل عطور ما بقى اتحمله ابدا، يعني الاسوأ واحد فيهم هو الانفيكتوس. هلا انا هون عندي انفيكتوس ليجند، هذا الوحيد الانفيكتوس اللي بعده موجود عندي، كله تخلصت منه، وهذا قريبا يعني كل شيء انفيكتوس بيشبه الانفيكتوس، وهي ريحه طعم ريحه العلكه والبابل جامي هول
ما بقى اتقبله ابدا، ما بقى احبه ابدا. كل شيء له علاقة هذا الانفيكتوس وما يلف لفه، وبيناتهم حتى هذا هوس تبع الرصاصة ما بقى احبهم ابدا، مع انه هذا بس البسه هذا العطر الهوس او هذا الانفيكتوس ليجند ما بيبقى بشري من جميع نسوان كله شو حاطط وشو هالبارفان، باخد اطراءات كتير كتير. بس انا سوري ما بقى احبهم هالستايل العطور، ما برتاح فيهم. هذا هو اذا اعزائي خدتوا فكرة هيك عن الحلقة اللي فيها تناقض اطراءات، واحد بيلبس عطر بياخد عليه اطراءات بشكل كبير بس هو ما بيكون حابب هذا العطر. اوكي، هذه هي الحلقة، بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تتابعوني تعملوا سبسكرايب، نشوفكم فيديوهات جديدة.